مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية. واليوم حيكون في عندنا فقرات جديدة ومتنوعة، ومن ضمنها هل يؤمن المسلمين بجميع الأنبياء؟ حياكم الرب معنا. مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية المسيح اللي تقول نعمة وسلام لكم. اليوم ومع مقطع جديد من مقاطع أسئلة المسلمين الشائعة، حنناقش سوا حقيقة اعتقاد المسلمين بأنهم يؤمنون بكل الأنبياء. كثير ما تسمع من المسلمين كلام مثل محمد عبده الشيخ لما يقول المسلمين يقولون حنا نؤمن بكل الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد وكلهم، إذا دخل المسيحي الجنة حنا معاهم، وإذا دخل اليهودي الجنة حنا وياهم. ولكن لو المسلم دخل الجنة لا مسيحي ولا يهودي يخشون الجنة لأنهم ما يؤمنون بمحمد. لكن هذا الكلام مغلوط. كيف تقول انك تؤمن بموسى وتقول عن كتابه محرف، او تؤمن بالمسيح وتقول ان المسيح ما انصلب ومات وقام من الاموات في اليوم الثالث حسب ما هو مذكور في الاناجيل؟ الايمان مش بالكم ولا بالكيف، مش العبرة بكم واحد من الانبياء انت تؤمن، وإلا كان الأحمدية يخشون الجنة مع المسلم واليهودي والمسيحي والبوذي، والبوذي تلاقيه يخش الجنة مع أي واحد يؤمن بوجود إله، لأنهم يعبدون كل الآلهة بالدنيا. من جهة أخرى، هل الإيمان انتقائي أو قبول كامل؟ بمعنى آخر، إيش الفائدة إنك تؤمن بموسى على سبيل المثال وترفض تعاليمه، أو تؤمن بالمسيح وترفض سيرة حياته؟ بمجرد قولك إنك تؤمن بموسى وترفض تعاليمه لأنها محرفة حسب معتقدك، فأنت تؤمن بصورة مشوهة عن موسى، وهكذا. وعلشان تقول بحق أنك تؤمن بالمسيح، فعليك أن تؤمن بالمسيح حسب الإنجيل ومش حسب ما ذكر في الكتب الأخرى. ولو كانت الحكاية بالعدد، فهل المسلم يقبل أخوه المسلم من الطائفة الأحمدية اللي يؤمن بكل الأنبياء ومعهم محمد، مع أن ميرزا غلام أحمد اللي هو مؤسس الطائفة الأحمدية يعتبر بنظرهم نبي، هو جاء بعد محمد، وأن ميرزا غلام أحمد جاء مكملا لما بين يديه من الإسلام، لأن محمد جاء بالإسلام ناقص. ساعتها يقول لك المسلم إن الأحمدية مش مسلمين لأنهم لا يؤمنون بأن محمد خاتم الأنبياء، ويضيفون كلام زيادة على القرآن. نفس الشيء بقول لك، المسلم اللي ما يؤمن بالمسيح هو خاتم الأنبياء، هو مش مؤمن بالمسيح، ولأنهم يضيفون القرآن زيادة على كلام المسيح، وينكرون القصص الموجودة في إنجيل، وأهمها قصة الصلب والموت والقيامة في اليوم الثالث. ساعتها المسلم يقول أنا مؤمن بالمسيح الأصلي ومش المحرف. حجاوبك وأقول ساعتها هذا الكلام ما يعفي القرآن من الانتقاد بأنه محرف،
لأنه ممكن يجيك واحد أحمدي ويقول أنه يؤمن بالقرآن الأصلي اللي حرقه عثمان، لأنه مكتوب به أنه سيأتي من بعدي نبي اسمه مرزا غلام أحمد على سبيل المثال. فكل من يقول أنه يؤمن بمحمد وينتقد صفة من صفاته التي جاءت في القرآن يعتبر غير مؤمن به. وكذلك كل من يقول أنه يؤمن بالمسيح وينتقد صفة من صفاته الموجودة في الإنجيل يعتبر غير مؤمن بالمسيح. المسيح قال في الإنجيل: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، رؤيا 1 آية 8. والمسلم يؤمن بأن محمد جاء بعد المسيح. إذن كيف تؤمن بالمسيح يا مسلم وأنت تكذب بالمسيح وتنكر ألوهية المسيح الذي قال: الذي رآني فقد رأى الآب، في يوحنا 14:9. المسيح قال عن نفسه أنه سيسلم إلى أيدي الخطاة ويصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث حسب لوقا 24:7. والمسلم ينكر هذا في قرآنه لما يقول: وما قتلوه وما صلبوه، نساء 157. المسيح قال إن السماء والأرض تزول وكلامي لا يزول، متى 24:35. والمسلم يقول إن الإنجيل محرف، كيف تركب هذه؟ فهمني يا أخوي. الخلاصة الحقيقة أن المسلم لا يؤمن بالمسيح، فمن أنكر صفة من صفات المسيح لا يعتبر مؤمن به. فإما أن تؤمن أو لا تؤمن، اختار لنفسك. بالنسبة لي أنا اخترت لنفسي النصيب الصالح يسوع المسيح، لأن الله كلم أجدادنا قديما بالأنبياء وبطرق عديدة، ولكن في هذه الأيام يكلمنا بالمسيح يسوع. هذا بالعبرانيين 1:1. آمين. كيف تقول انك تحب الله وما تقدر تشوفه، وانت اصلا ما تحب اخوك اللي عينك تشوفه، اخوك اللي عينك تشوفه. كيف تقول انك تحب الله وما تقدر تشوفه، وانت اصلا ما تحب اخوك اللي عينك تشوفه، اخوك اللي عينك تشوفه. ما حبت المسيح محبة ما لها حد، ترفق بدون تجريح في كل وقت وبكل حد. لا تحكم لا تقيم الحد، لا تحكم لا تقيم الحد. كيف تفكر تخدع وعندها القلوب
مكشوف. فانا تقول كيف تقول كيف تقول كيف تقول كيف تقول انك تحب الله الله لما أحب أحب الكل كل الناس ما ميز ولا حد ولا فنات بل أجناس إيمانك لا ما لا أساس إيمانك لا ما لا أساس كيف تقول إنك تحب الله ما انت عايش في خوف كيف تقول كيف تقول كيف تقول كيف تقول كيف تقول انك تحب الله كيف تقول انك تحب الله وما تقدر تشوفه وانت اصلا ما من يتبع المسيح يكون له حب مثل حبه أي فضل له يكون من يحب اللي يحبه ما حب دون أي مصلحة ما حب دون أي مصلحة تسقي عدوك تطعمه تعذره تقدر ظروفه كيف تقول كيف تقول كيف تقول كيف تقول كيف تقول انك تحب الله كيف تقول انك تحب الله وما تقدر تشوفه وانت اصلا ما كيف تقول انك تحب الله وما تقدر تشوفه وانت اصلا ما تحب اخوك اللي عينك تشوفه اخوك اللي عينك تشوفه كيف تقول انك تحب الله كيف تقول انك تحب الله.
يعتبر الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، والتعميم أفضل طريقة للتبرير. يعني إذا فيني عيب فكلكم عيوب، وإذا كنت أنا سارق فكل الناس حرامية، وإذا أنا متوحش فلأني عايش وسط ذيابه، وإذا كنت كذاب فلأن الصدق غير موجود أصلاً. وللأسف هذا التفكير مش صادر من شخص ناوي يتغير، لكنه صادر من شخص مقتنع بنفسه وراضي بأفعاله وناوي يستمر، لكنه يحتاج حجة ومنطق يبرر فيهم أعمال الوحشية تجاه الآخرين. يبي يقنعك إن في القصاص حياة، وفي الحرب سلام، وفي الهجوم على الأبرياء دفاع عن النفس، وفي الظلم حكمة، وفي العداوة محبة، وفي السيف رحمة، وفي الدنيا إنسانية، وفي الغلط صح، والمطلوب منك تقبل وانت ساكت. هذا منطقه وهذا إيمانه، شايف إنه خليقة، إنه شايف إنه خليفة الله في الأرض، وأكبر مبرراته إنه ينفذ أمر الله في خلقه. مقتنع إن كل الأديان تحمل نفس الأفكار، مش بس دينه، كل الأديان فيها قتل وذبح وتكفير وحدود وجزية وجهاد وردة، وكلهم يسلبون المرأة حقها وأكثر بكثير جدا. صعب عليه جدا يجمل صورته، فيحاول تشويه صورة الناس، وبنفس الأسلوب والمنطق يطلع لنا كل يومين واحد في الإعلام ويدعي إن مش بس عندهم فيه قتل وتكفير واضطهاد، لكن حتى المسيحية فيها نفس الشيء بل وأكثر. طيب أنت من فين جبت إن المسيحية فيها كل ذا الكلام؟ يعني هل أنت مسيحي مثلا؟ هل تعرفت على المسيح؟ هل قريت الإنجيل طيب؟ هل عمرك سمعت عن رجل دين مسيحي أباح دمك أو عرضك أو فرض عليك الجزية؟ هل الحال في جعل صورتك مقبولة أنك تشوه صورة المسيح؟ ممكن نعرف فين شفت أن المسيحية تكفر غير المسيحيين؟ أو أنت كذا من نفسك قررت أن المسيحية كذا فهي كذا وخلاص؟ ما لقيت حل لمشكلتك إلا أنك تتهمنا أن إحنا مثلك. ليش مش هاين عليك الناس تعرف الحقيقة؟ ليش صعب عليك تقبل حقيقتك؟ ليش مانع الناس تتعرف على المسيح؟ ليش مش قابل تفهم أن المسيح رحمة؟ المسيح محبة، المسيح عدل، المسيح يحبك وأمرني حتى وإن تكرهني أحبك. المسيحية خالية من مشاعر الكره تجاهك أو تجاه أي إنسان ثاني مهما كان أو مهما كان منه. وعلى فكرة ترى ما في شيء اسمه تكفير أو كافر في المسيحية، وكونك غير مؤمن باللي أنا مؤمن فيه ما يعطيني الحق إني أقتلك أو أجرحك أو حتى أأذيك. ومن فهمك إن المسيحية تقتل المرتد؟ أو مين قال لك أصلاً إن في شيء في المسيحية اسم الردة أو حد الردة؟ كل إنسان يا أخي حر في اختيار دينه وعقيدته، وترى المسيحية مش في حاجة تفرض نفسها على أحد أو تشتري ناس، وترى المرأة حقها في المسيحية مصان مثل حق الرجل بالضبط، ما ينقص من حقها شيء، الاثنين متساويين عند الله، شركاء لكل واحد منهم دوره ومهمته في الحياة، والعالم كله يشهد إن كل ما وصلت إليه المرأة اليوم من مكانه وحقوق
كان بفضل تعاليم السيد المسيح اللي كانت واضحة في تغيير حال المرأة في العالم قبل مجيئه وبعده. المسيحية بريئة من الكره والحقد والدم والخصام. المسيحية مش تعاليم بشر عشان تغلط أو تميز. المسيحية تعاليم إله حي محب وعادل. المسيحية خالية من تعاليم الفرض والغصب والأجبار. المسيحية أفعال مش شعارات. رجاء أن تعرف على المسيحية بجد، بلاش كذب وافتراءات. ونصيحة، بدل ما تضيع وقتك تشوه تعاليم المسيح، حاول تتعرف عليه أكثر وتتقرب منه. تعب نفسك شوي أو خلي كلامك مرجع على الأقل عشان نعرف إحنا بعد نرد عليك. أتمنى تكون عرفت إيش المسيحية وإيش علمنا المسيح. وفي الختام أشكركم على المتابعة، وأتمنى لقائكم الأسبوع القادم على خير. في أمان الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، تتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ما جت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من المجلة السعودية، وحنختم زي ما تعودنا على فقرة الاختبارات. وصلنا هذا الاختبار من الأخت سين من تونس، تقول: كنت مسلمة ولكن صارت في حياتي أشياء غامضة وقائتمة ولم أجد لها حل. طوال 27 سنة عشتها في جحيم لا يوصف مهما عبرت عنه ومهما قلت، إلى أن الله دخل حياتي بقوة، وكان ذلك في رمضان الماضي. وشاءت الصدفة أن أشاهد قناة الحياة فوجدت فيها الحل الذي طالما بحثت عنه، وجدت التفسير لكل ما يحدث معي ولازمني طوال السنوات الماضية. أنا في الأربعينيات من العمر، وقد بدأت المرض والظلمة والحالكة في حياتي منذ كنت في السنة 14، حيث كانت تنتابني الأوجاع وسيطرت على حياتي الأرواح الشريرة منذ ذلك السن. وكنت كما صليت لمحمد وقرأت القرآن كلما ازدادت قوتها في السيطرة علي حتى أصبحت أراها. ولكن بفضل قناة الحياة اكتشفت الحقيقة، واكتشفت حل اللغز المتمثل
بالديانة التي كنت أمارسها، واكتشفت خطط الله التي صنعها من أجلي لكي يوصلني إلى الطريق الحق والحياة والنور. أمين. وطريق يسوع المسيح. ومنذ تلك اللحظة التي آمنت فيها بالسيد المسيح وعلنته ربا على حياتي ومخلصي الحبيب وسلمت له حياتي بالكامل، بدأت أعيش الولادة الجديدة في حياتي، فشفيت من الأوجاع وتحررت من الأرواح الشريرة التي كانت تفعل بي كل ما تشاء. شكرا لكم جميعا، المجد للآه الآب والابن والروح القدس. آمين. آمين. الرب يباركك يا أخت سين ويستخدمك أكثر لمجد اسمه. وقصتك مو لحالك ولكن قصة كثير ناس، لأنه روح الله روح المحبة طبعا هي اللي موجودة مع المسيح. هذا هو الطريق والحق والحياة. أصلي لك وأصلي من أجل تونس وأهلك وجماعتك، ورب يستخدمك لخلاص النفوس في وسط أسرتك ومع أصحابك ومع الكل بالمسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة، ولا نلتقي في الأسبوع القادم. أترككم في أمان المسيح. إلى اللقاء.